أني يعني أركز حقيقة بهذا الجزء في كل حلقة. إحنا الآن نمر بشهر عظيم وهو شهر رمضان المبارك، أكيد أعانه الله على كل العراقيين وعلى كل الأمة الإسلامية في كل الكون بالخير والطمأنينة، والزعلان يصالح، ولازم أكو مبادرة. طبعا اكيد. اليوم أول شيء أريدك تحكي لي ليش صار كل هذا الخلاف بينك وبين نور الزين. تحياتنا له ورمضان كريم. ما اريد اعرف السبب، بس ليش طول الخلاف بينك نور وبينه؟ زين ماكو خلاف بيني وبينه. لا يعني حقيقه، لا يعني شنو اللي خلى هاي القطيعة؟ يعني ما اعرف ليش ما نتحاكى اصلا، والله العظيم. هيبت راح احكي لك. نور نور اطيب انسان بالدنيا، صحيح، وقلبه طيب زين وفطير كلش كلهم بي. الله يحفظك. نور من اقدم الاصدقاء لي بالوسط الفني، لانه اني اللي جبته الى قناه الرماس، واني اللي دزيته السورية، واللي صور صاحب فضل عليه؟ لا لا مو صاحب فضل، لا هذا غصبا ما علي. لما صديقي اجاني ويقول ساعدني اقول له لا ما ساعدك، لا غصبا يعني ما علي. يعني انا واجب صديق على صديق، واجب خلاص. بس نور ما عندي اي خلاف وياه، هيك ما اعرف ليش صارت الزعله وبقى ما يحكي وياي، اموت عليه. هذا هسه احنا خلاص نستثمر، هذا اخويا الصغير يعني، نستثمر هذا الشهر. اوكي، وهذه كامرتك. رمضان كريم عليك نوري حبيبي، والله العظيم انا احبه. سولف بعد وياه شويه، طيب الخواطر. ما طيب خاطري وياه والله. سالك ايش قد ما شايفه؟ وصارت يمكن 3 سنوات. خلاص اليوم اريدها نهايه القطعه. رمضان كريم عليك يا نوري يا حبيبي، وربي يوفقك. مو بس هو، نور زين ومحمد السالم ورأفة البدر هذا ولا يعني انا ما احكيهم حقيقه هسه حاليا. هسه تقولهم رمضان كريم عليكم. قول لهم اني ما زعلان منكم، ما زعلان عليكم ابيض. وماني قلبي ابيض، هم يدرون كل الزين. هم يعني هم زعلوا ليش ما اعرف. خلاص انت بادرت، وان شاء الله رمضان كريم عليكم، وربي كرم هاي المبادرة. ربي يوفق الجميع واشوفكم سعداء. اهم شيء تكونوا سعداء ومتجهين صح، غير هذا الشيء ما اريد.